نجدد ترحيبنا معكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر المنصات المرئية للشبيبة. وفي بداية هذه الساعة نتعرف أكثر مع المهندس عدنان الشعيلي أيضا اللي كان من ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 30 شاب حققوا إنجازات مؤثرة وهم تحت سن 30. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أرحب شخصيا بضيفي عبر الاتصال المهندس عدنان الشعيلي. مساك الله بالخير. مساء الخير لك جمانة ومساء الخير لجميع المستمعين وشكرا على الاستضافة. حياك الله المهندس عدنان، احنا سعيدين جدا ايضا بالتعرف اكثر على هذا الانجاز ونبارك لك ونبارك لعمان شبابها اللي دائما في المقدمة. نتحدث اكثر، تعرفنا على هذا الانجاز واختيارك ايضا ضمن قائمة فوربس الشرق الاوسط. الله يبارك فيك وشكرا ايضا مرة اخرى على الاستضافة. طبعا الاختيار اللي اعلن عنه مؤخرا يعني هي طبعا قوائم فوربس معروفة تصدر بشكل سنوي وتكون يعني منوعة. من القائمة اللي ذكر فيها أو ذكر فيها شركتي مشرف أو اسمي بالذات هي اللي هي 30 Under 30 ومختصة في الشرق الأوسط، فتم اختيار 30 شخصية تحت سن 30 في الشرق الأوسط اللي لهم تأثير على قطاعات معينة. طبعا هم ركزوا على 8 قطاعات. ربما القطاع اللي نحن أنا كنت فيه شخصيا هو قطاع التقنية أو التكنولوجيا وكان فيه فقط تقريبا 4 أو 5 شخصيات من الشرق الأوسط. ولله الحمد يعني تم الاختيار علي شخصيا بسبب الشركة اللي قمنا بتأسيسها قبل 4 سنوات تقريبا وشركة إيم مشرف اللي هي كانت حالها أدوار كثيرة يعني في سلامة في البحثات في المدارس وأيضا في عدة تقنيات استخدمت في الجائحة الأخيرة اللي عندنا في السلطنة وحتى تجارب خارج السلطنة. فلله الحمد يعني القائمة صار لها يمكن أكثر من 6 أشهر كان في مجال البحث واختيار، والحمد لله في النهاية وقع الاختيار علينا. ممتاز جدا، منجز جميل ويضاف لكم أكيد المهندس عدنان. هل ممكن أيضا ناخذ فكرة عن آلية الاختيار ومعايير الاختيار لتكون ضمن قائمة فوربس؟ نعم نعم، طبعا المعيار الأول هم يركزوا على موضوع أنه يكون طبعا فئة الشباب اللي هي أقل من سن 30 وتكون من ضمن 8 قطاعات مهمة، من ضمنها يعني مثلا قطاع الرياضي وأيضا قطاع الفني، قطاع المسرح، أيضا قطاع التقنية، حتى القطاع السياسي. في بعض الشخصيات اللي تم اختيارها كان لهم تأثير سياسي في 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 دولهم. طبعا من أهم الشروط أن هذا الشخص يكون موجود في الشرق الأوسط أو يكون يملك جنسية من الشرق الأوسط، يعني ممكن يكون متواجد في دولة خارج الشرق الأوسط في أمريكا ولا بريطانيا ويملك جنسية من دول الشرق الأوسط، أو العكس. نعم. يكون هو عنده جنسية أجنبية بس مقيم في الشرق الأوسط. فالعدد كبير يعني عدد المرشحين لأن يشمل جميع الجنسيات، يعني مع الأخذ بالإقامة أو مكان الإنجاز هذا. فطبعا تم من فترة التواصل معي وطلب بعض معلومات عن الشركة، ومن ثم قامت المجلة أيضا بالأخذ كثير معلومات والقيام بأبحاث. يعني هم يعملوا ما يعرف البحث السوق أو الماركت ريسيرش ويطلعوا إيش أثرة الشركة، إيش الأشياء اللي قدمتها للمجتمع، وهل حلت مشاكل فعلا موجودة، وكيف الأثر هذه الحلول على الناس وعلى المجتمع وعلى حياتهم. نعم. وهل فعلا صار تأثير حتى خارج نطاق الدولة اللي تأسست فيها الشركة أو لا. ويعني هذه المعلومات الأولوية، وطبعا وما يتعلق بالابتكار، هل هذا المنتج مبتكر وهل هو موجود في مناطق أخرى، هل هو قابل للتوسع. ففي كثير من المعايير، وطبعا هناك لجنة تحكيم دولية مختصة في هذا المجال، مجال ريادة الأعمال والابتكار. نعم. وعلى ضوئي اختاروا بعض الشخصيات، لها الحمد يعني تم تقليص القائمة لحد ما وصلنا نحن تقريبا 30 شخص اللي تم اختيارهم، لله الحمد.
ممتاز جدا. إذا هذه القائمة اللي تضم 30 شخص من الشباب اللي أحدثوا تأثير في الشرق الأوسط واستطاعوا إحداث تغيير في المنطقة من خلال مجموعة من القطاعات، ما هو التغيير اللي أحدثت شركة إي مشرف الإلكترونية المهندس عدنان؟ نعم طبعا الشركة احنا يعني أسسناها في 2016 أنا وأخي عيسى الشعيلي، وبعدين انضم معنا عوض الشكيري أيضا أحد مؤسسي الشركة. والهدف الأساسي اللي قامت عليه الشركة هو حل مشكلة نسيان الأطفال في الحافلات المدرسية، لأن كنا نشوف الكثير من حوادث تقع في النقل المدرسي، وأيضا النقل بدأ أولياء الأمور فقد الثقة في النقل المدرسي، فكرنا نعمل جهاز يركب في الباصات ممكن أنه يتعرف على الطلبة، يحدد موقع الحافلة عن طريق تطبيق في الهاتف، يسمح أولياء الأمور أن يتعرف أن أولادهم وصلوا المدرسة وصلوا البيت. فالحمد لله تم تطوير النظام على مدى أكثر من عامين. اليوم النظام مطبق في العديد من المدارس الحمد، يعني في بعض الحالات حتى منعناها لله الحمد، يعني وقعت حالة نسيان أطفال الأجهزة اللي في الباص تكشف حركة الطفل وتنبه المدرسة أن في شخص موجود في الحافلة. فيعني ثم نقول يعني نقضنا أرواح، يعني النظام أثر يعني على الطلبة، وأيضا سهل عملية إدارة الحافلات المدرسية بشكل كبير. ولله الحمد يعني تم تطبيقه أيضا خارج السلطنة، عندنا مدارس مثلا في الكويت ركبت النظام، مدارس خاصة، عندنا تجارب أيضا في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال. فهو نظام قابل للتوسع، ما فقط يعني في منطقة حيز مكاني واحد. ومن جدير بالذكر أيضا أن النظام يعني احنا طورنا فيه وتم تطبيقه حتى في شركات النفط والغاز. مثلا شركة تنمية نفط عمان استخدمت يعني لضمان سلامة الموظفين اللي يروحوا الصحراء بشكل يومي، فصار عندهم تعقب ومعرفة الحضور والغياب في الباصات، يعني تحويل النقل بشكل عام لنقل ذكي وآمن. هذا الهدف اللي نحن أسسنا الشركة عشانه. يمكن سمعت عن التقنيات اللي تستخدم في التصدي للجائحة مؤخرا. فمن ضمن التقنيات اللي نحن قدمناها لوزارة الصحة هو نظام المشرف الطبي، وأيضا نظام تتبع وتعقب للمحجورين صحيا لضمان التزامهم بالحجر الصحي عن طريق السوار الذكي. فهذه أحد الأنظمة أيضا اللي طبقناها مؤخرا لضمان سلامة المجتمع بشكل عام. فالأنظمة ملموسة مطبقة بشكل كبير في الفترة الماضية، وهذا هدفنا يعني في الشركة بشكل عام أنه نساهم في تغيير حياة الآخرين ونجعل المجتمع أكثر أمنا وذكاء. ممتاز جدا، وهذا أيضا متاح الحين بسبب الوسائل والتطبيقات المختلفة اللي تحاولوا استغلالها، اللي هي معتمدة بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي وتقنياته. ما هي خططكم القادمة في إي مشرف مهندس؟ نعم نحن كشركة دائما نطمح أن يعني ننقل هذه التقنية لأقاليم أخرى، لدول أخرى يستفيدوا منها. وهذا الهدف الأساسي، يعني ما فقط أن احنا نستخدمها محليا ونكتفي بذلك، الهدف أن هذه الأنظمة تطلع وتنافس. وأعتقد وجودنا اليوم في قائمة فورب على مستوى الشرق الأوسط تدل أن التقنيات المصنعة والمبتكرة محليا ممكن تنافس بشكل إقليمي وحتى دولي. فهذا الهدف إن شاء الله أن هذه التقنيات تخدم مجتمعات أخرى ليس فقط المجتمع المحلي. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق في إي مشرف الإلكترونية، ونتمنى لك أيضا التوفيق المهندس عدنان الشعيلي، وتهانينا لك إن شاء الله دائما نشوفك في المقدمة. سعدت بالحديث معك، كلمتك الأخيرة. شكرا جمانة، جزاك الله خير، وأشكركم على الاستضافة مرة أخرى. وأعتقد هذا الإنجاز ليس فقط لنا نحن في الشركة أو لفريق العمل، هذا أيضا حافز للشركات الأخرى التقنية والناشئة في عمان إن شاء الله نقدر تنافس على مستوى إقليمي وعالمي، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. بإذن الله تعالى يكون أيضا هذا حافز للشباب ولكل الشركات الشبابية المحلية في السلطنة. أتمنى لك يوم سعيد المهندس عدنان. شكرا.
إذن مستمعين، هذه كانت وقفتنا مع المهندس عدنان الشعيلي في هذا الإنجاز واختياره ضمن مجلة فوربس. نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يكون هذا دافع لكل شباب العمانيين في السلطنة، ولكل أيضا الشركات والمؤسسات الشبابية اللي يعمل عليها الشباب العماني، وتكون هذه الإنجازات لهم في البداية ولعمان. متواصلين مستمعين معكم بعد الفاصل.